ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما مشاهدينا ومتابعينا بيقولوا يا شيف مغازي بيعجبنا فيك لما تقول وحقوق الطبع لدينا وبس. بالفعل بتكون جايب لنا افكار جديده سهله وبسيطه، والاحسن من كده ان هي في متناول الجميع. معانا العدس الاسمر ابو الجبه، تعالوا نحطه قدام الاطفال. كل يا ابن عدس يقول لك مش بحبه يا ماما، انا عايز فراخ كريسبي، عايز جمبري، عايز لحمه، عايز كباب، عايز شيش طاووق وهكذا. ولكن معانا عدس ابو جبه النهارده الاسمر اللطيف اللي كون ابطال، هنشوف نعمله مافن ازاي بمكونات بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه. معانا عدس اسمر ابو جبه يتسلق بعد ما يتنقع في ميه، وبعدين يتسلق مع قليل من الكمون وعصره ليمون للتخلص من الغازات، ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ده العدس ابو جبه الاسمر الحلو، لما بيجي الشتاء بيكون ضيف في كل البيوت العربيه والمصريه. اهو ده العدس الاسمر الحلو، هاتيه اغسليه مره واثنين وثلاثه يا ست الكل يا ست الحبايب يا امي، وبعدين تغسليه في ميه بكمون بشويه ليمون عشان نخلص من الغازات بتاعته. معانا لطيف وجميل، وطبعا لازم يبرد قبل ما نحطه على البيض. ومعانا جزر، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا ما تنسيش من البيض ثلاث بيضات ورشه ملح وشويه كمون مع البصل والثوم. ولكن يا شيف مغازي البصل والثوم هنا مع المافن، لما نيجي ناكل المافن هتبقى ريحه البصل والثوم في قلب المافن مش لطيفه، اطفالنا ممكن ينفروا منها وما يعجبهمش. هتعمل ايه هنا؟ فخليكي معايا واحده واحده كده ونشوف ازاي نعمل مافن بالعدس الاسمر وحقوق الطبع لدينا وبس. الطبيعي بجيب طاسه على النار، بحط في الطاسه دي معلقه زيت صغيره، وباخد بصلايه ناعمه مع فص ثوم لطيف واشوحهم على النار عشان اخد طعمهم وريحتهم. ويا داخل ما بين البصله والقشرته ما ينوبك الا حلاوتها وجمالها. شايفه البصلايه الحلوه دي كده؟ دي اللي هتخش جوه المافن، زودت منها مفيش مشكله. فكره عمل المافن بالعدس فكره لطيفه وجميله وبسيطه وسهله. معانا بصل اخضر. مافن حاجه كده بنت عم الكب كيك، بتتعمل في القوالب بتاعه الكب كيك اللي معانا دي اهي قدام حضراتكم برضو عشان نتذكرها. تشتري القوالب دي من اي محل بتاع ادوات منزليه، ثلاثه تعريفه من مصروف البيت، وتعملي بقى افكار كبيره قوي على فكره. بصل الاخضر يتقطع كده، باخد العروق بتاعته، هيبقى فليفر معايا شويه بصل حلوين. معايا البصليه بتتحمر على النار، باخدها بشوحها بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اوعى تحطي بصلايه نيه جوه افكار حلوه زي اللي بعملها دي، زي مافن بالعدس، مافن بالدجاج، مافن بالخضار. حلو. اما احط على البصلايه دي فص ثوم حلو. احنا هنا بنأسس قيمه غذائيه عاليه جدا لأطفالنا الحلوين، اللي احنا دورنا الأبوي الأم والأب إن احنا نهتم بيهم في السنين الأولى من عمرهم. أهو العدس قيمة غذائية عالية جدا من البروتين النباتي. والعدس الأسمر بالذات لأنه طبعا قشرياته وعدس حبة كاملة. العدس الأصفر هو الأسمر طبعا، ولكن بعد ما بتتشال القشرة بيبقى ايه اصفر عشان نعرف ان هو واحد. ادي البصلايه كده اهتميت بيها مع التومه، مع معلقه كمون صغيره، مع شويه ملح حلوين، سنه فلفل صغيره، واقلبهم كده، واخد البصلايه الحلوه دي كده. ده الطعم هنا بقى بالشكل ده كده اهو. دي نقلب كده يا عم الشيف زي الفل. هعمل ايه بعد كده؟ مع بعض واحده واحده، اشيل الخليط ده كده واركنه على جنب بعيد عن النار. طبيعي عايز اخد الفليفر والطعم. بعمل ايه يا عم الشيف؟ قليل من الحليب بس خلاص. هناخد
التركيبة الحلوة دي كده. الحليب طبعا نازل بارد هنا، فبيعمل عملية تبريد كده، واسيبهم على جنب. دي أول خطوة. تاني علشان دي مهمة جدا على فكرة، التركية هنا بصل حمرته في زيت زيتون، حطيت عليه توابل من الكمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، نزلت بشويه توم حلوين ناعمين، قلبتهم مع بعض، سبتهم لما يستووا على النار، بعدين نزلت بشويه حليب بعيد عن النار. حلو، عندنا بوله حلوه، ونبدا نشتغل في طريقه عمل المافن الطبيعي زيه زي الكب كيك. معانا العدس قدام حضراتكم اهوت، معانا من البيض 3 بيضات، إذا كانوا كبار أهلا وسهلا، صغار أهلا وسهلا، الشكل ده كده زي الفل. معانا كمان واحدة، لما بنيجي نعمل كيكة الطبيعي بنحط فانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض، أما إذا هعمل مافن بالشكل ده كده بحط رشة فلفل أسود بديله للفانيليا كده، مفيش زفاره في البيض. واقلب البيض كده، لغايه لما اخد المزيج الجميل الحلو. بص على القوام، هو ده كده البيض بسلامه. في ايام الشتاء عموما البيض اللي هو بيعتبر فاسد او ان هو غير صالح بيبقى قليل جدا، نادر في ايام الشتاء، اما ايام الصيف مع يعني لازم طبعا يحتفظ بيه في التلاجة. معانا البيض كده زي الفل، بننزل بشويه البصل الاخضر الحلوين اللي احنا مقطعينهم دول، الله عليك يا عم الشيف. بننزل بالدقيق بتاعنا، مكونات الدقيق دي يا عم الشيف هنا في الكلام يعني هو المفروض 2 كوباية من الدقيق. احنا هننزل كده، ادي 1 ادي 2 وكده اعتقد 2 كوباية بيكنج باودر. ده البطل هنا بقى، المادة الرافعة، العضلات، البودي جارد بتاع المافن او الكب كيك او الكيكة، هو البيكنج باودر، ويفضل اختباره قبل استخدامه. يختبروا ازاي ان هو صالح في ايام الرطوبة بالذات؟ بنحط معلقة بيكنج باودر في كوباية ونحط عليها مية، فارد زي الفوار، يبقى بسلام وامان، يصلح استخدامه. محلك سرك ويتدوب زي الملح، يبقى كده داخل له برودة أو رطوبة، وكده ما ينفعش إن أنا أستخدمه. هنحطهم هنا كده زي الفل، ونقلب الخليط ده كده. بالشكل ده كده. هنحتاج في المكونات بتاعتنا من الزيت معلقة زيت صغيرة أو معلقتين. معانا الخليط اللي إحنا مجهزينه مسبقاً وحضراتكم فاكرينه بدأنا بيه. الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ نقلب كل ده مع بعضه بالمعلقه الخشبيه دي كده. بنأسس دلوقتي مكون غذائي قيمته الغذائيه عاليه جدا. خلي بالك الجزر فيه سوائل اللي انا هضيفه دلوقتي، فهنا نتحكم في نسبه السوائل. شفت كده ده زي الفل. ننزل بشويه جزر حلوين يديني طعم السكريات، ننزل بالعدس بتاعنا. والله فكرة يا مغازي دي، تسلم ايدك والله. ده الولاد مش بياكلوا العدس، بيحبوه شوربة بس. ناخد المقدار ده كده كده مع بعضه، ونبدأ نقلبه كله مع بعضه بالشكل ده كده. الله، خلي بالك هنا تظبط السوائل، عشان الجزر هيدينا سوائل، واحنا هنا ملتزمين بكمية السائل اللي موجودة في المافن. الله. تاني المكونات بتاعتنا، فريق العمل استأذنه في مكونات الوصفة الجديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. بيض 3 بيضات، من الدقيق 2 كوباية، عدس 1/2 كوب يتسلق ناخد شوية حسب الاستخدام. معانا من الجزر جزرية مبشورة، بصلايه وتومه حمرناها مع النار مع زيت زيتون مع البهارات الحلوه، بقى معانا العيار بالشكل ده كده زي الفل. معانا القوالب بتاعه الكب كيك،
ونوزع الخليط ده في القوالب واحنا مع بعض اهو من غير اي حاجه، لا تحط ماده دهنيه ولا اي حاجه، بتجيب معلقه اللهم صل على النبي وبوله كده فيها شويه ميه صغيرين او شويه حليب علشان تقدر توزع الخليط بالتساوي. المكونات دي لطيفه هي زي الفل، معلقه في الحليب وناخد كده وننزل هنا كده يا عم الشيف. الله ايه الحلاوه ده، ينفع فطار احلى فطار، ينفع وجبه عشاء لطيفه مع كوبايه عصير لاولادك اهلا وسهلا. اه ينفع ابنك ياخده في اللانش بوكس بتاعه ورايح على المدرسه، ينفع كل ده. اه مكوناته في متناول الجميع، العدس ابو جبه الاسمر الحلو، جزرة مبشورة، بتحط المعلقة في مية ليه يا عم الشيف علشان تطلع معايا زي الشعرة من العجينة. اه وحقوق الطبع لدينا وبس. البعض بيسألني على السوشيال ميديا او بنتقابل مع بعض مشاهدينا ومحبينا يقول لك يا شيف مغازي بتجيب الافكار دي منين؟ حبك للمطبخ يا ام. المقادير على الشاشة صورها بالتليفون أو اكتبيها ورايا تاني من فضلك عشان الأكلة دي مهمة جدا، صغير وكبير، ودايما تفاجئهم بالأفكار الحلوة دي. دي جواها عدس أسمر اللي احنا محددين إقامته مع طبق كشري وبس، مش عارف ليه شيف عمله النهاردة مافن، ممكن نعمله برجر. نوزع الخليط كده بالشكل ده كده بالتساوي. درجة حرارة الفرن عندنا 180. حاضر، ما انا عشان ندي لها مساحة تطلع، مخرجنا عايز يملاها على الآخر. طبيعي، مخرج عينه حلوة عايز يشوف حاجة حلوة. أنا عايز أدي مساحة للمافن يطلع لأن في عضلات هنا، في مادة رافعة هنا. درجة حرارة الفرن عندي 180. بندخلها الفرن بعد التوزيع ما بين قوالب المافن بالتساوي عشان يطلعوا كلهم زي بعض. نسمع كلام مخرجنا نملاها شويه، انت كريم وبنستاهل. ممكن تعمليها على فكره اكبر من كده، ممكن تعمليها قالب زي قالب التوست عادي مفيش اي مشكله، اختياري برضو يعني. جاي على بالك تعمليه قالب زي الكيكه مفيش مشكله. بس انا حابب المافن ليه؟ عشان الاولاد بيحبوا الحاجات الصغيره اللطيفه اللي فيها خصوصيه دي، ياخد كوبايه العصير والمافينايه بتاعته. تعالوا مع بعض ندخلها الفرن في درجه حراره 180 زي ما هي كده، ونامن على درجه حراره الفرن، وده مهم جدا لان وضعها في الفرن بيلعب 50% او 60% من عمليه التسويه. في المكان ده حلو قوي، ارتفاع 5 سم ما بين أرضية الفرن وما بين الحرارة. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي، زي ما هي كده أهي. مخرجنا الجميل نعلي الفرن كده درجة حرارة 180، والصورة من داخل الفرن بتعني مليون كلمة بمكونات غذائية تعلو قمة الهرم. نبص على المافن بتاعنا أخباره إيه؟ مش أنت عايزها تتملي وتعلى؟ شوف بقى الكلام، شفت بقى القاعدة الطهوية، بنعمل محشي كوسة ما نحشاش للآخر، بنعمل مافن ما نحطش الكمية بتاعت القالب للآخر، بنعمل كب كيك وهكذا. بص على الحلاوة، بص على الشهاوة، وصل على الحبيب قلبك يطيب. عدس أبو جبة طبعًا طورناه وتطوير إن إحنا نعمله مافن الصورة حلوة في قلب الفرن، هنشوفها دلوقتي بتتغرف في الطبق إزاي. تعالوا نشوف المافن بتاعنا. الله نعم، والله مع القهوة ينفع بس لازم تكون مجهز شوكولا يعني. هو العدس طبعا ظاهر جوه المافن كأنه شوكولا، بيني وبينكم يعني هو أحلى من الشوكولا، قيمته الغذائية عالية جدا، العدس الأسمر بالذات، والريحة لطيفة وحلوة جميلة. بالله عليك يا ست الكل، يا أم يا غالية، يا ست الحبايب، تجربيه النهاردة لأولادك.